حذرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية من أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن أي عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية ستأتي بنتائج محدودة وثمن باهظ سيدفعه الجيش من القتلى والجرحى في صفوفه. في تقرير لها ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الدمار والقتل الذي سيقع في المدينة وفي محيطها سيولد رد فعل غير مسبوق من حكومات العالم والمجتمع الدولي. Let's see.